فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن أزيد للمقرض بالمال من باب الإحسان؟ نعم، من باب حسن القضاء إذا لم يشرط عليك هو، قال أنا ما أقرضك إلا بشرط الزيادة، هذا ربا. لكن إذا أقرضك قرضا حسنا ثم أردت أن تحسن القضاء فتزيد. الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. نعم.